من أمام الكوخ المقلوب في ديليجان في جمهورية أرمينيا، ومن داخل الكوخ المقلوب سأعرض عليكم في هذا الفيديو الغرف التي تتكون منها هذا الكوخ المقلوب. أود أن أقول لكم بأن لو كانت عائلتك كبيرة، هذا الكوخ يسع لعائلة عدد أفرادها يصل لحد 15 شخص. كوخ جميل جدا، تابعوا الفيديو إلى الأخير لتتعرفوا عليه، إنه في ديليجان في جمهورية أرمينيا. أنا متأكد معظم اللي زاروا ديليجان شاهدوا هذا الكوخ وتوقفوا أمامه وأخذوا الصور التذكارية، ومتأكد أكثر 1% من كل الذين زاروا ديليجان وتوقفوا هنا لم يتسنى لهم الفرصة للدخول داخل هذا الكوخ المقلوب الجميل. ولهذا اليوم أنا دخلت نيابة عنكم داخل الكوخ وصورت لكم ما موجود بداخله. بإمكانكم أن تتابعوا الفيديو إلى الأخير لتتعرفوا على التفاصيل. من أروع كوخ مقلوب في جمهورية أرمينيا، أرحب بكم وأدعو لعشاق السياحة أن يقضوا ليلة واحدة على الأقل في هذا الكوخ المقلوب. سأصور لكم الكوخ بحيث هذا الكوخ يسع لعائلة مكونة من 15 شخص، أقصى شيء 15 شخص ممكن أن يقيم في هذا الكوخ. السياحة في جمهورية أرمينيا.